بعد أدائها الملفت للنظر في دار الأوبرا بالعاصمة السورية دمشق، تلقت جوقة غاردينيا النسائية عروضاً من العديد من الرعاة. هذا وسبق أن حققت الجوقة العديد من الجوائز بسبب أدائها المميز والاحترافي. الجوقة التي تأسست عام 2016 على يد مغنية الأوبرا السورية السوبرانو غادة حرب، والتي تتلمذت على يد المغني الروسي فيكتور بابينكو، تضم أساتذة وطالبات من المعهد العالي للموسيقى ممن يمتلكن معرفة احترافية بتقنيات الغناء الجماعي والمنفرد. اللي بيميز كورال البنات بحس أكثر شيء ممكن الالتزام، بالرغم من انه المرأة بشكل عام بكون عندها كتير التزامات، خلينا نقول في امهات معنا، في صبايا عندهم شغل، بتعرف مشاغل الحياة، مع هيك بتحس في التزام اكتر وقت يكون الكورال كله بنات. الشيء الثاني بيميز بحس كمان في تآلف بيناتنا، في سرعة بالحفظ، ما بعرف ليش عن جد بحس انه وقت نكون بنات لحالنا بننجز اكتر. مؤسسة وقائدة المجموعة غادة حرب تقول إن الهدف من كون الجوقة نسائية ليس لأنها تناهض الرجال كما يعتقد بعضهم، بل إيماناً بقدرة وأداء المرأة الفريد، وبفضل تقدير الجمهور لها تتمكن جوقة غاردينيا من جذب رعاة لعروضها للرسالة التي تنشرها. أنا دائماً بصير هذا اللغط أنه ليش موجودين الشباب؟ طبعاً موجودين، وحياتنا هني دائماً موجودين، ونحن لما عملنا كورال غاردينيا مو لأنه نحن ضد الرجال أبداً أبداً، ما بحب هيدا الفكرة أبداً تكون، نحن هني شركائنا دائماً، بس هي فكرة أنه نحن عنا باند كورالنا هو كورال نسائي، بس نحن دائماً من أول حفلات نستضيف معنا عازفين شباب وبنات، فأنه كورالنا هيكله هو نسائي، بس ضيوفنا دائماً نحن مرحب بأنه يكونوا شباب ويكونوا بنات، أبداً ما عنا هذا أنه والله لأنك أنت شاب ما رح تعزف معنا، ما بحب، مو هيك نحن. من هؤلاء الرعاة مؤسسة موج، التي تؤكد أن دعم جوقة غاردينيا يساعد المؤسسة في تحقيق الهدف التي تسعى إليه، ألا وهو تغيير الصورة النمطية لأدوار النساء في المجتمع السوري، بالإضافة لإحياء الذاكرة الموسيقية السورية. لأنه بالأساس نحن في عنا برنامج له علاقة بتغيير الصورة النمطية لأدوار النساء بالمجتمع السوري، وكورال غاردينيا بيمثلوا جزء من هذا الشيء، لأنه هن كورال نسائي بقيادة مايسترو أمبريو، فدائما بيوصلوا صورة أنه النساء قادرات على أنهم يعملوا أي كتير أشياء. وبالمقابل كمان في شيء تاني، المسج اللي حابين نوصله من هذا الإيفنت اللي عم نرعاه، الكونسيبت تبع الإيفنت، يعني اليوم لما بنقول أنه نحن عم نشتغل على إحياء الذاكرة الموسيقية تبع السوريين وربط الأجيال ببعضها، فبالنسبة لنا هذا الشيء بيخدم التماسك المجتمعي. الجوقة أحيت العديد من النشاطات، منها اليوم العالمي الإنساني في جامعة دمشق، وحفل إشارات مسلسلات الكرتون في دار الأوبرا، والذي لاقى أصداء كبيرة، ومشروع موسيقي بعنوان زفة عروسة تراثية تم التحضير له بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو. كما وحصدت غاردينيا في مسابقة غورال الشرق الأوسط الإقليمي التي أقيمت في دبي عام 2019 على جائزتين، الأولى كأفضل كورال في منطقة الشرق الأوسط، والثانية كأفضل كورال نسائي.